أي ذنب ذاك في ملعب مستديرة يستحق أن تعاقب عليه بالنبذ إلى يوم مماتك؟ ما أقبح الظلم. في العام 1950 كانت أوروبا تتعافى من آثار الحرب العالمية الثانية، ومعها استعد العالم لعودة عجلة كرة القدم للدوران. ومن غير البرازيل بسحرها بمركانها تعلن للعالم: هنا المونديال، عادت كرة القدم. في تلك النسخة نصت القوانين على أن متصدري المجموعات الأربع ينتقلون لمجموعة واحدة يتصارعون فيها، والبقاء للأقوى. تأهلت البرازيل، الأوروغواي، السويد وإسبانيا بعد أن تصدروا مجموعاتهم، ليبدأ الصراع بينهم. وتشاء لغة المواجهات والنقاط أن تكون المواجهة الأخيرة بين اللاتينيتين البرازيل والأوروغواي هي الحاسمة. كانت الأجواء في ماراكانا أشبه بكرنفال. البرازيل بدت زاهية ترقص محتفلة قبل الأوان، وكما كان متوقعا بدأت البرازيل بهز الشباك في الدقيقة 47 عبر فرايكا، لكن يا فرحة ما تمت. مع الدقيقة 66 الأوروغواي تدرك التعادل عبر سكيافينو قبل أن تحل الدقيقة 79، ومعها زلزال كروي يضرب ماراكانا. البرازيل التي تتنفس جماهيرها الفوز اختنقت بثاني أكسيد الصدمة. هدف ثان للأوروغواي. إدواردو شيجيا يتوغل عبر الجهات اليمنى ويرسل كرة مخادعة في الزاوية القريبة لحارس البرازيل مواكير باربوسا، الذي تقدم لبضعة مليمترات متنبئا بكرة عرضية، لكن خانته الكرة. خسرت البرازيل اللقب، وكرنفال ماراكانا تحول لحضور جنائزي، وكبش الفداء كان باربوسا. فهدف من زاويتك القريبة حرام في شرع الكرة. يوم انقلبت فيه حياة باربوسا رأسا على عقب. لم تكن الكرة فقط من خانته، بل أبناء جلدته كذلك. المنتخب يستبعده وتمثيل وحيد له بعد تلك الليلة. رئيس الاتحاد البرازيلي يحرمه من تحليل مباريات المنتخب في التلفزيون الوطني في مونديال 1994، وقرار صادر شفهيا يقضي بمنعه زيارة معسكر منتخب بلاده قبل نهائيات كأس العالم، فهو نذير شؤم، قال البرازيليون. وسيدة تمر بجوار حانة تخاطب ابنها الطفل: انظر يا ولدي، هذا هو اللاعب الذي أبكى البرازيل. نبذ باربوسا لذنب لم تقترفه يداه، فهي الكرة وأحكامها. أقصى الأحكام الجنائية في البرازيل هي السجن لمدة 30 عاما، ولكني قضيت 50 عاما أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها. حتى الجاني عندما يقضي عقوبته يتم مسامحته، أما أنا فلم يتم مسامحتي أبدا، قال باربوسا الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79، ذات رقم الدقيقة التي قتلته على قيد الحياة في ماراكانا.